الدعس عمليات الدعس عمليات الطعن والاشتباك المسلح في المخيمات. ايش اكيد هدول العمليات رح ترفع الراس ولفلسطين. العمليات هاي تاعت الدعس والسكاكين هاي ايش بيرفع الراس لفلسطين. بس بدك بطلع بستشهد عادي. انا ان شاء الله اساعد الشباب وان شاء الله اصير مقاوم بالمستقبل مع الدوله الاسلاميه. اليهود انه احنا مش 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 انه احنا مش شطين، احنا اوعياء كمان. في ناس بدو بحبوا فلسطين بدهم يحاربوا وبضحوا بدمهم عشان فلسطين. انا بدي اهزمهم بالحرب، بدي اهزمهم.